الله الرحمن الرحيم، حمدا لك ربي كثيرا، وصلاة وسلاما على من أرسلته للبشرية هاديا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، ورضوان الله على آل وأصحاب ساروا في طريق كان هو طريق السعادة والخير والنور والعز والكرامة. أيها الأحبة، في وطننا الغالي سوريا، الأرض المباركة التي اختارتها السماء لتستقبل كل الأنبياء، أيها الأحبة والإخوة في عالمنا العربي والإسلامي، أيها الإخوة في عالمنا الإنساني، يطل علينا زمن مبارك، وتشرق في أرضنا شموس الخير والعطاء بإطلالة شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي جعله الله للإنسان نقاء، وللقلوب شفاء، وللأرواح نورا وضياء، جعله للعقل سموا، وللإنسان كرامة وعزة، ينتصر فيه الإنسان على شهواته، ويستعلي على ما يذله من كرامته. نعم، هذا الإنسان الذي يريده الله أن يكون خليفة له في الأكوان، حين قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان الذي أسجد الملائكة له حينما قال: أسجدوا لآدم. هذا الإنسان الذي وضع له الكون خادما، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. هذا الإنسان الذي كرمه على كل المخلوقات: ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان الذي هو أقدس عند الله من أي مقدس في الأرض، أقدس من الكعبة ومن المسجد الأقصى ومن كل كنائس الكون ومساجده. هذا الإنسان في سوريا وفي عالمنا العربي والإسلامي والإنساني يمر في فترة جديدة، في هذا الزمن الذي كسر فيه إنتاج أسلحة الدمار التي تدمر هذا الإنسان، واختلفت فيه القيم والعقول والأهواء، حتى تصادم الإنسان مع أخيه الإنسان. يطل علينا شهر رمضان ليعيدنا إلى وعينا، وليعيدنا إلى أرواحنا وقلوبنا، وليعيد وحدة الهدف فيما بيننا، حينما ينادينا الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا كتب على الذين من قبلنا؟ لأن الإنسان في الكون واحد، من آدم إلى آخر إنسان، هم في الأصل إخوة، وفي التشريع على منهج واحد وإن تعددت صوره. فالدين دين الله، حمله إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ليكون الدين نقاء وصفاء وحبا وعطاء وإخاء لبني البشر. هذا هو الدين الذي فرضت فيه الصلاة على كل المؤمنين، والصيام على كل المصدقين، والزكاة على كل المحسنين، والحج على كل الصادقين. نعم، في كل شرائع السماء، عند المسيحي والمسلم واليهودي، فرض الله عليه الصلاة لتكون بالنسبة له علاقة صلة بينه وبين الله في كل يوم، وفرض عليه الصيام ليكون فيه نقاء لروحه وصفاء لجسمه وعقله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتقي ماذا؟ والصيام تقوى. نتقي ماذا؟ نتقي أن يظلم بعضنا بعضا، وأن يسيء بعضنا إلى بعض، وأن يقهر بعضنا بعضا، وأن يحتكر بعضنا طعام أخيه. يأتي الصيام ليذكرنا أن اللقمة في بطن الجائع خير عند الله من بناء جامع. نعم، الإنسان هو بنيان الله،
فحينما أحارب الإنسان إنما أحارب بنيان الله، والجامع بنياننا والكنيسة بنياننا، فإن هدمت الكنيسة أو المسجد نعيد بناءها، أما إذا هدم الإنسان فمن يعيد بناءه أيها الإخوة؟ فالإنسان بنيان الله، ملعون من يهدم بنيان الله. لذلك الصيام يقيك من أن تهدم أخاك وأن تظلم أخاك وأن تحتقر أخاك لتحس بجوعه وتحس بآلامه. فإذا أحسست بآلام أخيك، وإذا أحسست بما نزل فيه من ظلم وقهر، هنالك ستتحد معه في الدعاء إلى رب واحد ليفرج الكرب. لذلك تأتي الآية الرابعة في حكم الصيام، ليقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم، في الصيام تفتح أبواب السماء، كما ورد في حديث النبي صلوات الله عليه في خطبته في أول يوم من رمضان، قال: وفتحت أبواب السماء، إذا كان اليوم الأول من رمضان من شهر رمضان المبارك، فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب النار، ونادى مناد في السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا النداء سيتردد من هذه الليلة التي ستشرق فيها أنوار هلال رمضان، تغلق أبواب النار، فهل نغلق أبواب إطلاق النار فيما بين بعضنا البعض؟ يا أبناء وطني الحبيب، يا أبناء سورية الغالية، تذكروا إن كنتم معارضة أو موالاة في الداخل والخارج، تذكروا في هذه اللحظة التي ستشرق فيها أنوار هلال رمضان، كم من أم شهيد ستبكي كنتم السبب في قتل ابنها أو زوجها أو والدها أو أخيها. نعم، تذكروا كم أم ستبكي، كم طفل سيبكي، كم أب سيرسل حرة من الألم زفرة وهو الذي فقد ابنا أو أخا أو حبيبا. يا أبناء وطني الحبيب، رمضان في هذا العام يطل علينا وفي كل ربوعنا وجبالنا وسهولنا في كل محافظاتنا دمعة حزن على هذا الوطن الذي باركه الله فنوع أبناءه وأعطاه من الثراء الروحي والفكري والغذائي والمادي ما جعله لا يستدين من أحد أبدا. فما الذي حدث خلال هذين العامين حتى ينهار اقتصادنا ويزيد فقرنا وتسفك دماؤنا وتحرق أرضنا وتلتهب سماؤنا؟ أهي صحيح قضية الحكم والنظام، أم قضية دول تكالبت على بلد تعلم أبناؤه الكرامة والعزة والحرية؟ نعم، تكالب علينا العالم، ولكنهم كلهم يسهلون إذا استطاع أبناء هذا الوطن، من هم في الداخل والخارج، من سموا أنفسهم معارضة أو موالاة، إذا جلسوا على مائدة كيف نحافظ على هذا الوطن سوريا الغالية، كيف نحافظ عليها بعد هذه الدماء وبعد هذا الألم والقهر. شهر رمضان الذي يطل علينا اليوم اسمه شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة. فيا أم الشهيد، ويا أبا الشهيد، ويا ابن الشهيد، ويا زوجة الشهيد، ويا أخ الشهيد، اصبروا، فإن الموعد هو الجنة، فشهداؤكم أوسمة في السماء ونور، وعز في الأرض وحبور. شهداؤكم وشهداؤنا جميعا من مدنيين وعسكريين هم الآن بين يدي أرحم الراحمين، يرسلون لنا الرسائل: كنا فداء لكم، كفاكم قتلا، كفاكم ضياعا،
كفاكم تضييعا لبلد هو الأجمل والأرقى والأنقى في كل المنطقة العربية والإسلامية والإنسانية، جعلكم الله وسط العالم، والوسط أجمل ما في الإنسان. نعم، يطل شهر رمضان وسورية الحبيبة بكل أبنائها، تئن وترفع الدعاء إلى السماء: يا ربنا كن أنت خصم من عادى بلدنا ومن دمر بلدنا ومن أرسل السلاح إلى بلدنا ليقتل أبناؤنا بعضهم بعضا. أيها الأحبة، إن كل حكم وكل عمر ينتهي، ولكن الوطن باق، فتعالوا لنجعل لأبنائنا ما يسجلون به ذكريات عز في حياتنا كما نسجل عن آبائنا وأهلينا. تعالوا أيها الأحبة لنجعل هذا الشهر ختام الآلام وبداية العطاء والكرم والجود والأخلاق. أنتم أيها الإخوة العلماء، يا خطباء المساجد، يا دعاة الدين في كل ميدان من الميادين، جعلكم الله نور الإصلاح ونور الحب، فلا يخرج من ألسنتكم فتوى فيها قتل ودماء، وفيها تدمير وإقصاء، وفيها قهر وإذلال. جعلكم الله لتحملون السلام، وهذا الشهر شهر السلام كما جاء في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. فاجعلوا منابركم طريق السلم والسلام والحب والوئام والإخاء والدعوة إلى المصالحة بين أبناء هذا الشعب الحبيب. أنتم إخوتي التجار، يا من لم تتأثر تجارتكم وجعلتم أموالكم خارج بلدكم، أناشدكم الله سيسجل التاريخ أنكم كنتم أحد أسباب انهيار اقتصاد هذا البلد. عودوا وأعيدوا أموالكم، وليأتي كل واحد منا عنده مال أجنبي ليدفع جزءا منه ولو قليلا، ويأخذ بدله اقتصاد بلدنا وعملة بلدنا لنحافظ عليها من أجل أبنائنا وأحفادنا، ومن أجل أن يرضى الله علينا، فنجعل لقمة الفقير تصل إليه رخيصة وليست غالية. أنتم أيها الأحبة حكومتنا، أنتم اليوم في مكان يسجل فيه التاريخ أنكم أنقذتم سوريا أو دمرتم سوريا، فالمسؤولية في رقابكم أن تنقذوا الوطن وأن تضعوا من أنفسكم فداء لأجل هذا الوطن الذي سجل للتاريخ أنصع صفحات الدين والإيمان والحرية والكرامة والمجد. رمضان هذا العام يطل علينا وجيشنا قد بذل الكثير من الدماء، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجيش الذي أعددناه والله يشهد لفلسطين، وليكون عونا لأمتنا العربية والإسلامية في تحرير أرضها وسمو كلمتها وعزة موقعها. ما كنا نود أن نرى جيشنا في أي حي من أحياء سوريا وفي أي موقع من مواقع سوريا إلا هناك على هضبة الجولان، ننظر إلى القدس وفلسطين لنصافحها ونقول: نحن آتون بإذن الله. يا جيشنا أبشر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال منذ 1400 سنة أن المسؤول عن تحرير بلادي القدس وفلسطين هم أهل الشام وأبناء الشام، إنك تمثل أروع مؤسسة يجتمع فيها أبناء الوطن على جميع أطيافهم لتحموا تربة وطنكم، ولتتقدس سماؤكم، ولتعز رسالتكم. أيها القائد، يا من أعطاك الله اليوم في هذه المرحلة الحرجة قيادة هذه الأمة، سر بتوفيق من الله، سر بتوفيق من الله ودعاء من الأعماق أن يهبك الله الحكمة في جمع الكلمة وتوحيد الأمة وكشف الغمة، وجعل هذا البلد يعيش في شعبه وأبنائه أمانا وإيمانا. أيها الإخوة الذين هم خارج الوطن، عودوا، فالوطن أم وأب.
يستطيعون معانقتكم حبا ويغفرون لكم ذنبا. عودوا فالأرض والبلد محتاج إلى كل ابن من أبنائه في فكره ونقائه وعطائه. وسيبقى شهر رمضان مائدة عند المساء تجمع بين الفقير والغني، بين البعيد والقريب، لتقول اجلسوا على مائدة كرم الله عز وجل. فللصائم دعوة لا ترد حين فطره، فيا أبناء شعبنا في سوريا في لحظة الإفطار افتحوا أيديكم إلى السماء وادعوا أن يفرج الله عن هذا الوطن، وأن يعيد له العزة والقوة والمنعة والكرامة، وأن يرد كيد من يريد كيدا في وطننا وذلا في وطننا، أن يرد الكيد عليهم. أرسلوا الدعوات إلى السماء أن يؤلف الله بين قلوب أبناء هذا الوطن، وأن يجمع شملهم، وأن يوحد كلمتهم. نعم، إن هناك دعوة الإفطار ودعاء السحر. أما دعاء السحر فإن أبواب السماء تنتظره، لتقوموا بعيون دامعة وقلوب خاشعة، وتستذكروا قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل عام وأنت يا وطني الحبيب، يا سوريا، يا أمتنا العربية، يا أمتنا الإسلامية، كل عام وأنتم على مدارج العز تسيرون، وفي مسارات الإيمان والحق تسلكون، توحدون الكلمة، تجمعون الصفوف في كل بلداننا: مصر الحبيبة، ليبيا الجريحة، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، الخليج العربي، اليمن الحبيب، العراق الغالي، لبنان الأرض التي باركتها السماء، فلسطين الجريحة، بلاد الحجاز من تهوي إليها القلوب، كويتنا العربي، كلكم في عمان العربية ننتظر موقفكم لتقفوا مع أنفسكم يوم تقفون مع سوريا. كل عام يوحد الله فيه صومنا كما توحد هذا العام، ويوحد فيه أعيادنا، ويوحد فيه أهدافنا، ويوحد فيه طريقنا لننتصر من أجل فلسطين، من أجل شعب فلسطين، من أجل أقصى فلسطين، من أجل قيامة فلسطين، حيث يعود النداء والدعاء في المساجد والكنائس إلى إله واحد ورب واحد وأمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مباركة ساحات الطاعة والخير، مباركة مساجدنا وهي تضيء بالتراويح والفجر، مباركة منابرنا وهي تدعو إلى السلام والخير، مبارك الصيام والدعاء والحب والإخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.